ما تزال السعودية تصر على استخدام فريضة الحج ورقة سياسية في خلافها مع دولة قطر، فقد دعت جريدة عكاظ الشعب القطري إلى الاختيار بين الحج وقيادته السياسية. المقال يواصل ترويج الأكذوبة القائلة إن النظام القطري هو الذي يمنع مواطنيه من أداء الفريضة، وأن السعودية توفرت كل التسهيلات لذلك. وفي المقال تحريض صريح ومباشر حين يقول: لم يعد ثمة مناص من أن يتحرك القطريون لتحرير أنفسهم من نظام لا يحترم دينا ولا يرعى حقوق مواطنيه ولا يكف عن التدخلات والتآمر وإدمان الأوهام ودعم الإرهاب وتمويله. المقال يمثل موقفا سياسيا، وهو يعتمد في تحريضه هذا على تغريدات أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الذي يصر على إيهام الرأي العام بأن دولة قطر تمنع مواطنيها من أداء الفريضة. وآخر تغريداته تغريدة تساءل فيها عن الدولة التي تمنع مواطنيها من الحج وإن كانت تبريراتها مقنعة. من منابر مختلفة تواصل السعودية والإمارات الادعاء بأن قطر منعت مواطنيها من الحج في محاولة يائسة للتغطية على حقيقة يعرفها الجميع، وهي أن السعودية لا ترحب بحجاج قطر وإن تظاهرت أمام المجتمع الدولي بالعكس، فأداء القطريين الفريضة لا يحتاج لافتة ترحيب تصورها وكالة الأنباء بقدر ما يحتاج تسهيلات حقيقية يمتنع النظام السعودي عن توفيرها. المنفذ البري بين قطر والسعودية مغلق، ورحلات الطيران القطري إلى جدة محظورة، ولا وجود لبعثة رسمية قطرية، كما إن تداول العملة القطرية على الأراضي السعودية غير ممكن. وهذه كلها عوائق موضوعة عمدا لمضاعفة المشقة على أي حاج قطري يرغب في أداء الفريضة. يضاف إلى ذلك المخاطر الأمنية المحتملة التي قد يتعرض لها بسبب التحريض والكراهية ضد المواطنين القطريين في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي السعوديين. تساؤلات قرقاش التي تؤجج التحريض المستمر في الصحافة السعودية ضد النظام القطري تعكس أولوية الغاية السياسية على المبدأ الديني، وتؤكد مرة أخرى أن فريضة الحج أصبحت بين يدي السعودية ومن ورائها الإمارات مناورة، الغاية منها إعادة تدوير الكلام الذي بنيت عليه الأزمة، وهو ما لم يعد ينطلي على أحد.